السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرار غريب وصادم من مين؟ من يوسف بليلي. يا ترى شو القرار اللي أخده يوسف بليلي؟ أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة، وهيا نعرف ما الأخبار. طبعا تحية كبيرة لجميع متابعين قناتي يوميات شادي العموري، وكل من يراني بهذا الفيديو ويدعمني أيضا في هذه القناة. طبعا كما ترون في هذه الصورة بليلي هنا يصرح ويقول أنه هو معنويا تعبان جدا معنويا، ويقرر الاعتزال. في هذه الصورة كان يريد أن يقرر الاعتزال كما ترون. هذه الصورة كما ترون أيضا هو كان يريد الاعتزال. هذه الصورة حديث عن عرض عن مولدية وهران ليوسف بليلي. بليلي في اتصالات مع إدارة مولدية وهران للإمضاء في الفريق ولعب الشان مع المنتخب الوطني المحلي شهر جين في القادم. إذا تمت الصفقة فسيمضي بليلي عقدا لمدة 5 أشهر مع إمكانية الذهاب إلى الخارج شهر فيفري. هذا ما نقل في هذا في هذه الصفحة. طبعا هو معنويا تعبان جدا معنويا، والقرار الصادم انه هو يفكر الاعتزال من الكرة، من كرة القدم، من الرياضة هذه نهائيا. طبعا الكل عارف الهجوم الذي يحصل في مواقع التواصل الاجتماعي ضده، وما حصل مع نادي بريست الفرنسي. أنتظر آراءكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو.